Merci, Monsieur le Président. Ladies and gentlemen, distinguished guests, members of the ministries of France, Mr. Mayor, ladies and gentlemen, Mr. President, it's a great privilege. Thank you for affording me a few minutes to be able to share a few words. على وجودكم في هذا اللقاء. حيث وأرسل لكم تحيات الرئيس الأمريكي بايدن. ونحن نتطلع إلى العمل سويا ونقدر قيادة الرئيس ماكرون واهتمامه بحماية المحيطات ولدينا التزام قوي بالمعاهدات الدولية والخطوات اللازمة وحماية المصالح المشتركة. فيما يتعلق بالمناقشات الثنائية مع السيد الرئيس، كان هناك العديد من اللقاءات والمحادثات، وكنا نبحث في الوصول إلى اتفاق عالمي للقضاء على تلوث الناتج عن البلاستيك، ويجب أن نكون موحدين ونحافظ على علاقتنا الدولية، وهذا الالتزام أصبح أكثر أهمية الآن. أصدقائي الحاضرون، نحن يجب أن نكافح ونناضل ونقدم الدعم لجميع المؤسسات لكي نتفهم قضية التمويل وحماية المحيطات، والجميع هنا مهتمين ولديهم عاطفة تجاه المحيطات، ولدينا تاريخ عريق في هذا الأمر. وحين نجتمع جميعا يجب أن نفهم أن هناك سببا مهما لحماية المحيطات والالتزام بمعاهدات الأمم المتحدة، وأيضا هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نتحدث معا. يجب أن ومن أجل مواطنينا ومن أجل الإنسانية ومن أجل المجتمع الخاص بالأمم أن نلتقي ونتحدث. واليوم لدينا اعتقاد نفهمه جميعا، وهو أن البشر ليسوا مهتمين بهذا الأمر، ولكننا سمعنا العديد من الفيديوهات واللقاءات التي تؤكد أن هناك محيط وأن الحياة ممكنة على سطح الأرض. لقد تزايدت معدلات التلوث، وهذا الأمر يجب معالجته. هناك 80% من الحياة تأتي من المحيطات، والمحيطات مرتبطة بالعديد من الأنشطة الحياتية وأرزاق البشر. إذن هي مرتبطة بحياتنا وأنها يمس حياتنا، ويجب أن يكون لدينا التزام بأن يكون هناك الكثير من العمل الذي يجب عمله لملء الفجوات الموجودة لدى مواطنينا وتحقيق التواصل بين حماية المناخ وحماية المحيطات. إن المحيطات والمناخ مرتبطين ببعضهم البعض وهما نفس الشيء. حين نعالج قضايا المناخ فإننا أيضا يجب أن نعالج قضايا المحيطات. هنا يجب أن تكون هناك مبادرات على كلا الجانبين. يجب أن نهتم بالكيمياء الخاصة بالمحيطات التي تكونت على مدى ملايين السنين.
ما أعنيه هو أننا يجب أن نركز على حماية هذه المحيطات. هذا ما أتحدث عنه. يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بالتغير الذي حدث والتقدم الذي حدث في العلوم. يجب أن يكون هناك وعي وإدراك. والسيد رئيس ماكرون يفهم هذا الأمر جيدا، وجميعكم تفهمون هذا الأمر، ولكن هذا العام لا يجب أن يكون عام للكلام، يجب أن يكون عام الأفعال. ولهذا فنحن هنا نجتمع ونحن جميعنا مصممين على أن نحرك التروس وأن نصل لمستويات مرتفعة من التعاون، وأن يكون هناك طرق سريعة للتحرك. إذا ما كان النقل البحري مستمرا، وإذا ما كنا نتحدث عن النقل البحري في العالم أجمع، فإننا يجب أن نتحرك لدعم قطاع النقل البحري. وأيضا أول خطوة يجب أن يكون هناك تحالف بين الأعمال ورجال التجارة والتجار وصانعي الصلب. يجب أن يكون ملتزمين بأن 10% من الصلب الذي ينتج يجب أن يكون صلبا أخضر محافظا على البيئة. وفي قمة جلاكسو كانت هناك تحدث عن أن الكمية الأكبر من الحاويات سوف تكون خالية من الكربون. هذا ما نحتاجه وهذا ما يجب أن يلتزم به كل رجال الأعمال. يجب أن نصل إلى نقطة صفر انبعاثات، وهذا أمر يجب أن نؤكد عليه أن يحدث قريبا. ثانيا، حين تتواجد الظروف الخاصة بحماية المناطق الخاصة بالشواطئ، فإن هناك كميات كبيرة من الملوثات، وهناك حركة نقل كبيرة تتم. يجب أن يتم التكيف معها بنسبة 23%، ويجب أن نسرع من الحلول الخاصة بالنقل البحري من خلال حماية المحيطات والممرات البحرية والأنظمة البيئية أيضا. وهذا أمر هام جدا. أصدقائي، حين أكون في الولايات المتحدة بشكل رسمي، نجد أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع أزمة المحيطات إزاحة كميات كبيرة من الملوثات الموجودة بالمحيطات وأيضا الانبعاثات الكربونية. هذا أمر هام. من الضروري أن نحافظ على نسبة 30% من المحيطات تكون محمية بشكل جيد. وكما قال السيد السكرتير العام بالأمس، لقد حان الوقت لخلق قطاعات متسقة مع بعضها البعض لحماية البحار في كل أنحاء العالم والالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقات. نحن نحتاج أن يتم تنسيق وأن يكون لدينا أعين يقظة لتعظيم الفائدة ولفت انتباه البشر لأهمية المحافظة على المحيطات. نحن نرى أن هناك معدلات كبيرة من العمليات التي تتم كل يوم في البحار
وهذا يؤثر بشكل كبير على البحار والمحيطات. ونحن نتحدث عن الممارسات الخاصة بالعمالة وغسل الأموال، وهذه الممارسات التي تدمر كل الجهود التي تتم لحماية البشر. وهناك بعض الدول والفاعلين الذين تدعمهم بعض الحكومات والذين يسمحون بعمل باستمرار العمليات الغير قانونية والغير شرعية. وهناك تحركات من كمبوديا إلى تايلاند، وحين يحدث هذا يحس أعمال عبودية ويتم العمل بشكل مهين للبشر. فكل الجالسين هنا يعلمون ذلك، وهناك بشر في العالم يخضعون للاتجار بالبشر وللتهريب. وهناك عمليات الاتجار بالبشر تتم باستخدام أعلام دول معينة، وهم هؤلاء منخرطون في عمليات التدهور البشري، وأيضا يتم نقل هؤلاء البشر عبر المحيطات. هناك الكثير والكثير الذي يحدث، ويجب أن تكون هناك مناطق محمية لمنع هذه الممارسات. أتذكر سفري عبر الباسيفيك، وسافرنا لعدة أيام وكنا منخرطين في العديد من الأنشطة الخاصة بالنقل والخاصة بالسفن، وأيضا كان هناك الكثير من التدريبات الخاصة بالسفن وعمليات الصيد. وحتى الآن أصدقائي، وعبر السنوات نحن نازلنا نتحدث عن البلاستيك، هذه القمامة التي تلوث المحيط الباسيفيكي، ولدينا الكثير من الصور حول النفايات المتراكمة على الشواطئ والحقائب البلاستيكية التي تلوث المياه. ويجب أن ندعم ونحشد الجهود لإنهاء هذا الأمر وإيجاد فرص لمراجعة الممارسات والآليات اللازمة لحماية هذه الشواطئ، وأن يتم ترجمة هذه الاتفاقات إلى أفعال. لقد أنا أطلب من الجميع أن يبذلوا جهده، لأن الدول التي توجد في جزر تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ. وحدث لأول مرة لبعض الدول الصغيرة أنها تكون في أزمة كبيرة. يجب أن نظهر نوعا من التضامن وتفهم لنحو مواطنينا على كوكب الأرض. أشكركم لوجودكم هنا، وأشكركم على اهتمامكم، وأتمنى أن تكون هذا العام هو عام الأفعال.